السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله. تفضل اجلس يا فضل. ماذا بكراطيشك اليوم؟ لا شيء ذو بال يا أمير المؤمنين، إلا ما جاء في رسالة صاحب بريد الشام. وماذا جاء في الرسالة؟ أخبار عن رجل يرجع نسبه إلى قوم بادوا ممن سبقوكم يا أمير المؤمنين. أمتمرد هو؟ لا يا أمير المؤمنين، لكن صاحب البريد يتوقع منه خطرا. لما؟ لأنه كما يرى صاحب البريد ذو جاه ومال وأثر في الناس، رغم أن قومه بادوا وباد أثرهم. أيهم أشد خطرا على ملكنا يا ابن الربيع؟ خطر باد أهله فباد أثرهم، أم خطر قابل ينساب تحت أقدامنا كما ينساب الماء تحت التبن؟ يا أمير المؤمنين، ما من خطر يبيد كلية أو يمحي من الوجود نهائيا، فلا بد له من بقية باقية خفية كخفاء جمرة تحت الرماد، أو كبذرة فطر مستتيرة في مكان ما من الأرض، فإذا ما توفرت لها الظروف المناسبة نمت وشقت التراب. أنت على حق يا ابن الربيع، ينبغي التهيؤ للأمر قبل استفحاله. بعد إذن أمير المؤمنين. على بركة الله، ادعو لي منارة. أمر أمير المؤمنين. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله. لقد دعوتك لأمر أهمني، فانظر معي فيه. أمرك يا مولاي. رفع إلي أن في دمشق رجلا يدعى سليمان الدمشقي، يقال أنه واسع الدنيا كثير المال والأملاك، مطاع في بلده، له أولاد وموالي وغلمان كثيرون، كل منهم فارس يحمل السلاح ويقاتل ويغزو. ويقال أيضا في رسالة أنه سمح جواد كثير الضيافة والبذل، وإني على حبي لهذا الرجل وتقديري واعتزازي له أرى إذا ما وسوس الشيطان في صدره فسيكلفنا متاعب نحن في غنى عنها. ماذا تقول؟ لو كان الرجل هنا في دار السلام لكان في مرمى أيدينا ومرأى عيوننا، لكنه بعيد في بلاد الشام رغم أن عيوننا مفتوحة هناك. وإن رجلا هذه مواصفاته نخشى أن يفتق فتقا لا نستطيع له ردقا. ادعو لي الفضل وتعال معه. أمر مولاي.
أمر أمير المؤمنين. اكتبوا إلى عميلنا في الشام أن ينفذ ما يطلبه منه منارة إن احتاج إليه. أمر أمير المؤمنين. وكتابا آخر إلى المدعو سليمان الدمشقي تأمرونه أن يصير إليه وأن يحمل الكتابين معه، ولا تنسوا أن تلبوا له كل ما يحتاجه. وعليك يا منارة أن تختار ما تحتاجه من الرجال وصر إلي قبل أن تغادر. كيف كانت سفرتكم يا أحمد؟ بلغنا أرض الروم فمنعنا جنودهم وحاولوا أسرنا فقتلناهم وقتلنا 2 منهم، ثم عدنا إلى حلب ومنها إلى دمشق. بارك الله فيكم. وأنت يا محمد؟ أنا يا أبي تخلفت عن أخي أحمد لانشغالي بأمور ضياعنا في الغوطة وما حولها. وكيف وجدت الأمور؟ خير من الله يا أبي، الخير في الزرع والضرع لم نجد له من قبل مثيلا. والدار الجديدة؟ بنيناها وتم تأثيثها. وأنت يا عبد الملك؟ نعم يا أبي. كم بلغ ما وزعت من مال على المحتاجين؟ 30,000 درهم يا أبي، سوى ما وزعناه على دور الفقراء من قوت. الحمد لله، الحمد لله. لندعو الله أن يديم بركاته ونعمه وألا يسلط علينا عين حاسد أو حاقد أو منافق. هيئنا كل شيء يا مولاي. اذهب الساعة واسلك طريق البرية، فإن بلغت دمشق اذهب إليه مباشرة دون علم أحد، فإذا ما أطاع واستجاب أت به دون أن تقيده، وإذا ما لمست منه عصيانا فتوكل أنت ومن معك وأعطي الكتاب الآخر إلى أمير دمشق ليركب جيشه ويقبض عليه وتأتيني به مكيدا. أمر مولاي. إذا دخلت داره فتفقد جميع ما فيها من حاجيات وأشياء وأهل وغلمان، وقدر نعمته وحاله، وسل عن موقعه في نفوس الناس، واحفظ ما يقال لك حرف حرفا. أمر أمير المؤمنين. لقد حسبت لذهابك 6 أيام ولإيابك 6 أيام ويومين لمقامك في الشام في أكثر تقدير. زياد، طلحة، هيا ترجلا معي. أهلا أهلا، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. تفضل تفضل هنا. هذه دار سليمان الدمشقي؟ أجل، أين هو؟ في حجرته، سيحضر عما قليل. من نقول له؟ منارة، رسول أمير المؤمنين. نزلتم أهلاً. ما تزال وحثاء السفر بادية عليكم. هل استعجلتموه؟ أرسلنا إليه. ليتجول في قصركم حتى يحضر. تفضل.
هلم معي. هذا الرواق أكبر. أجل، فذلك صغير. في الداخل رواق آخر. كم ابنا أنتم؟ نحن 9. والبنات؟ 5. 5؟ أجل. من زوجة واحدة؟ من 3 زوجات. لنعود إلى البهو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا برسول أمير المؤمنين. عسى يكون أمير المؤمنين بخير. الحمد لله. تفضل. تقدم يا منارة وشاركنا الأكل. ليست بي حاجة للأكل. إنه يدعوه باسمه دون كنية أو لقب. تقدم يا منارة وشاركنا في تذوق فاكهة دمشق. قلت ما بي حاجة للأكل. والله لأقيدنه وأقودنه اقتيادا إلى أمير المؤمنين حتى لو تطوع هو نفسه للذهاب. إن شئت صليت معنا يا منارة. بإمامتك أنت؟ اللهم إني أسألك بالعزة التي لا ترى والملك الذي لا يضام والعين التي لا تنام والديمومة التي لا تفنى والحياة التي لا تموت أن تجعل لي في أمري فرجا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما الذي جاء بك يا منارة؟ أمر إليك من أمير المؤمنين. يا أحمد، يا محمد، يا عبد الملك،
هذا كتاب أمير المؤمنين يأمرني بالمصير إليه، وأنا مطيع أمره، ولن أقيم هنا لحظة واحدة. أوصيكم أن تتفرقوا إلى بيوتكم، ولا يجتمع منكم اثنان، ولا يظهر أحد منكم بين الناس إلى أن ينكشف لكم الأمر. أوصيكم خيرا بما ورائي، وما بي حاجة إلى واحد منكم يصحبني. يا منارة، هات حدادك وقيودك. ايها الحداد، كيف وجدت الأمور في خراسان؟ إنها الآن على ما يرام يا أمير المؤمنين. الآن؟ نعم الآن يا أمير المؤمنين. وبعد الآن؟ الله وحده يعلم الغيب. أراك تخفي في صدرك أشياء فارس بني شيبان. لست أخفي على أمير المؤمنين شيئا مما رأيت. وماذا استنتجت من مجريات الأمور؟ أرى الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. ماذا يقول ابن الربيع؟ ما وقع في بغداد سمع يزيد صداه في خراسان. إن يزيد يسمع ما وراء الألفاظ، ويقرأ ما وراء السطور، ويبقى يزيد صارمنا البتار. السلام على أمير المؤمنين. مرحبا بك يا ابن شاهك، ما وراءك؟ السجين الذي أمرتم بإهداره مولاي. من؟ المجنون المتنبئ. ليدخل لنروح قليلا عن أنفسنا. ألم يأتك وحي جديد يا متنبئ؟ كلا. لما؟ لأن جبريل والملائكة لا يدخلون السجن. دعك من هذا، وسأطلب منك طلبا. إن نفذته ترفنا جميعا بنبوءتك. قله. أريد أن تأتيني ببطيخ في هذا اليوم من الشتاء. أجهل. أمهلني 3 أيام. ما أريده إلا الساعة. ما أنصفتني يا مولاي. لما؟ إذا كان الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام لا يخرج البطيخ إلا في 3 أشهر، ما تصبر علي أنت 3 أيام؟ أعلمتم بما حصل للشيخ سليمان الدمشقي؟ أجل، سيق إلى بغداد وبطلب من الخليفة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أظنه يقدم على شيء يسيء إلى أحد، وللسلطان خاصة. إنه منصرف لأعمال الخير فقط ولأمور دينه ليس إلا. أي والله، لأمور دينه. وهل ثم فتنة اشتعلت نارها؟ كلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، من وشى بهذا الرجل الطيب؟ ومن لليتامى وللأرامل؟ لا بد من وشاية أدت إلى الإرسال بطلبه.
ها نحن على مشارف بغداد. أملي أن يصار بي إلى حضرة أمير المؤمنين. قد لا يكون أمير المؤمنين متفرغا لنا هذه الساعة. لا أظن أمير المؤمنين يتباطأ في النظر في أمر كأمري، وربما يستيقظ من نومه لو كان نائما. كيف عرفت ذلك؟ مما عرف عنه، عن حب للعدل وإغاثة للمظلومين. إن شئت لن نتوقف إلا في باب قصره. الشكر لك. ندري ما الذي حل به. رفض أبي أن يتبعه أحد منا كما منعنا من السؤال عنه. ما الذي نعمله إذن؟ لا وسيلة أمامنا إلا الصبر والصلاة والدعاء إلى الله. عسى الله أن يكون في عونه. ونعم بالله. ولكن علينا أن نفكر كيف آل أمره إلى هذا الحال، ولم يكن قد فعل ما يوجب الحبس. لا تكمل يا ولدي، لا تكمل، إنها سياسة السلطة. أظنك على صواب يا ابن مزيد. ماذا تقول؟ أقول لو يتفضل أمير المؤمنين باصطناع سبيل اللين مع من لجأ إلى خراسان أو إلى أي صقع بعيد، فيسترضيهم ويعيدهم إلى حاضرة ملكه بغداد، فيقيمون فيها معززين مكرمين، ويكونون على مرأى ومسمع منه. نعم الرأي، ولكن من أهل فارس من لا يرضى ولا يقبل على الذي حصل. أولئك يتكفل بهم فارس بني شيبان. لا أدري ما الذي وصل إليه أمر منارة. مضى عليهم 13 يوما، وقد يكون منارة ورجاله في طريقهم إلينا وعلى مقربة منا الآن. وردنا كتاب من صاحب بريد الشام يتراجع عما كتبه إلينا ويبرئ سليمان الدمشقي. لم أطلع عليه. نقله إلينا الطير، ولكن الرجل في الطريق الآن، بل ويكاد يصل بغداد، ويمكن أن يكون مقيدا. لقد أخطأ صاحب البريد خطأ فأضافه على أخطائه. ولكن الرجل أوذي يا أمير المؤمنين. ليس لي سبيل سوى أن أنتظر قدومه فأسترضيه وأكرمه. علينا أن نبحث عن صاحب بريد آخر. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أين الحداد؟ نعم يا مولاي. تفضل يا شيخ، اجلس.
عليك يا شيخ. لا عليك. إن مننا أمير المؤمنين وألطافه مما لا يرقى إليها العد، وإني أشكره بعد الله جل وعلا، وأدعو أن يديم ملكه وأن لا يريه مكروه. وبعد، فما لي سوى حاجة واحدة. حاجتك مقضية، فما هي؟ حاجتي يا أمير المؤمنين أن تردني إلى أهلي وبيتي وبأسرع وقت. يا فضل. نعم يا أمير المؤمنين. تخلو عليه 100 خلعة من أحسن ما لدي، وتهيئ له 10 جياد من استبلاتنا، 20 بغلا تحمل بالهدايا لأولاده وحريمه، ولا تنسى أن تكتب إلى عميلنا في الشام تصونه به لإجلال مكانته وإعظام موضعه. كما يأمر أمير المؤمنين. أدام الله بركات أمير المؤمنين. أستأذن أمير المؤمنين. تصحبك السلامة إن شاء الله.